أهلا بكم. في عالم الجلدية في مناطق معينة بنقول عليها مناطق مزعجة شوية، زي تصبغات الجلد، منطقة مزعجة للغاية، منطقة بتخلي الإنسان ممكن يكره حياته. تصبغ الجلد ده يعني، وساعات كمان يعني أعتقد الكثيرين إنه هيتعالج بصعوبة، هياخد وقت طويل في العلاج، هيرزيست العلاج. ليه بيحصل تصبغات في الجلد؟ احنا عارفين انه في صبغة مشهورة جدا، ممكن حتى اللي مش مذاكرين طب قوي عارفينها، الميلانين. والميلانين ده ليه في بعض الناس يزيد في حتة معينة؟ وبعدين في بنات وشباب ورجالة كتير يقولك انا كان جلدي الاول كويس جدا، وفجأة بدأت حتت كده فيه تغمق وتصبغ وبتاع. من كنت الاول زي العفريت بطلع في الشمس وبرجع يا دوبك اسمر شويه احمر شويه، ايه اللي حصل في جلدي؟ وبنت تانية تقول لك الحمل الاولاني في حياتي كان كويس، اشمعنى التاني والتالت بقى فيه كلف وفيه بتاع؟ تصبغات الجلد شيء مزعج ومش حلو، وشيء ما يتداراش بسهوله. طبعا لو كان التصبغ غامق شويه وفارق عن الجلد هتداريه ازاي؟ ما هو مفيش مكياج هيغمقك قوي. فيبقى نفهم انه علم الجلديه تقدم بشكل مذهل في التعامل مع تصبغات الجلد، اللي برضه ارجع اقول ان كتير من الناس كانت فاكره لفتره قليله وقصيره والوقت اللي فات انه ملهاش علاج. تعالوا نفهم النهارده كيفيه التعامل مع هذه القضيه وغيرها من القضايا الجلديه المهمه جدا مع ضيفتي العزيزه، اسمه متميز للغايه في عالم الجلديه، ضيفتي العزيزه الدكتوره هبه شلتوت، اخصائي الامراض الجلديه والتجميل والليزر، عضو الجمعيه الامريكيه لطب التجميل والليزر. اهلا بيكي دكتوره هبه، منورانا. اهلا بحضرتك، انت يعني سعدت طبعا، يعني سعيده جدا ان انا مع حضرتك. ده اللي سعيد جدا. قولي لي يعني ايه تصبغ الجلد الاول، عشان الحته دي غامضه في دماغ الناس. بص حضرتك، هو الصبغه عامه احنا كلنا عندنا صبغه في الجلد. خلاص، البطله بتاعتنا في الحلقه النهارده هي الميلانوسايت، اللي هي خليه الصبغيه في الجلد. هي موجوده في اخر طبقه من طبقه البشره. خلاص، دي بتفرز زي صوره كده، ماشي؟ دي الميلانوسايت او الخليه الصبغيه هي الموجوده اللي هي لونها بني، هي بتفرز العادي بتاعها بتفرز ميلانين او اللي هي الصبغه. طيب هو ليه بقى فكره هي دي اللي بتحدد لنا ان في ناس بيض وفي ناس سمر؟ ليه بقى بيحصل صبغه؟ نتيجه ان نشاطها بيزيد لاسباب معينه. خلاص، الصبغه دي بتزيد، فبتبقى الحته اللي بتزيد فيها الصبغه بتبقى لونها اغمق من المنطقه المحيطه. الحاجات زي ما حضرتك قلت كده، فجاه احنا بنلاقي تصبغات طلعت وما كانش كده من الاول. اسبابها مثلا من الحاجات التعرض للشمس بفترات طويله من غير واقي شمس. دلوقتي الشمس بتاعتنا بقت ضاره، فيها اشعه فوق بنفسجيه اليو في اي واليو في بي بكميه كبيره علشان طبقه الاوزون والتلوث واللي احنا فيه، فلازم نستخدم واقي شمس كويس. مثلا دي من الاسباب. تاني حاجه خلل الهرمونات، زي ما حضرتك قلت برده الكونتراسبشن او اللي هو موانع الحمل، الناس بتستخدمها وما بتعرفش ان هي متاثر في التصبغات. تالت حاجه مثلا حب الشباب، في ناس كتيره جدا بتفتكر ان ده وقت صغير وهيروح لوحده وتهمل في علاجه، فيعمل اثار للحبوب جامده. منها اللي هي التصبغات، اثار الحبوب دي كلها اسباب. ان احنا نتغلب عليها او نمنعها، هي دي من الحاجات اللي بتخلينا نقف، يعني نمنع التصبغ ان يحصل. دي اشهر الاسباب. اشهر الاسباب في انواع للتصبغات، ولا انت قلتي برضه؟ انت قلتي الانواع في الكلام. بص حضرتك، الانواع انا بحب يعني ابينها باماكنها. مثلا في اللي هي الهالات السوداء، مثلا دي من التصبغات، واكتر حاجه بتؤرق البنات من اول سن صغير، من 13 و14 سنه لغايه الستات الكبار. ساعات بتفتكروا ان البنت بتشرب مخدرات. بالظبط، بتبقى مأساة. والله بجد لا، يعني مالك كده؟ ايه في ايه؟ بتشرب سجاير؟ انا لسه جايه لي بنت بتبقى غلبانه يعني. لسه جايه لي بنوته في العياده اول امبارح عندها تصبغات حوالين عينيها، هي وراثيه من الاسباب طبعا، الحاجات الوراثيه طبعا. فهي جربت بقى كل حاجه ويأسة تماما، وهي الموضوع كله ان هي عندها، هو وراثيا عندها لون ده من ليه كذا علاج طبعا.
كريمات وتقشير اللي احنا هنقوله بعد كده في باستفاضه. هي عندها كمان من الحاجات اللي بتعمل هالات الجروف او اللي هو الحته دي بتبقى ساقطه نتيجه الدايت وهي بيبقى عندها استعداد وراثي ان الدهون هنا تبقى مش موجوده بشكل كبير. فالريفلكشن بتاع الضوء زي فكره البحر كده، ان انت طول ما انت ماشي على الشط تبقى الميه فاتحه وجميله، وونس ان انت دخلت جوه ما بقاش فيه ماشي على الارض فتبقى الدنيا الميه غامقه. فهي بقى تيجي تقول فهي ما تبقاش عارفه هي حاسه ان ده تصبغ، ولكن وانس ان احنا مليناه بفيلر او ملينا الحته دي الدنيا اختلفت تماما. بس فهي دي كانت مثلا من حاجات علاجها. تاني حاجه مثلا الاماكن الكلف الخدود، ان يبقى الناس نتيجه بقى هرمونات او نتيجه عامل وراثي او يطلع لها كلف او اثار الحبوب زي ما احنا قلنا، او حوالين البق نتيجه اللي هي بيري اورال درماتايتس او اللي هي نتيجه التهابات شديده حوالين الفم، والتدخين بتحصل والتدخين طبعا نتيجه عادات غلط في الاكل، المعجون، الاستخدامات الكوزمتيك، الحاجات البرودكت بتاعت الجلد ما بتبقاش يعني حاجه موثوق فيها قوي، بتبقى منتجات مش كويسه بتعمل الحاجات دي. تمام، بيبقى غالي. لو اصل في ناس كتير تقول لك ايه اجيب كريم واحطه هيعمل ايه يعني؟ بص حضرتك انا جالي واحده والله بجد يعني واخده وصفه على الفيسبوك حاطه معجون سنين على وشها. انا واحده بشرتها حلوه جدا وريتني صوره قبل، والله انا فعلا حزنت. صوره قبل يعني المنظر اللي هي كانت موجوده فيه ليه بقى، وقعدت ادور معاها هي عملت ايه، طلعت ان هي عملت معجون سنين على وشها علشان تبقى نضره وكده. ودي على فكره حضرتك دخلت على الفيسبوك هتلاقي الناس كتير قوي بقى ده ريفيو فظيع وترند. عملناها ايه بقى معجون السنين؟ حرقناها وشها. يعني هي واحده مثلا تكون مثلا في لوني بقى لونها بلاك يعني اتحرقت غريب. انا اول ما شفته يعني اول ما تخيلتش ان ده يكون السبب. دي معجون السنان. معجون السنان والله انت قلت لي معلومه اضافيه النهارده، انا ما تخيلتش معجون السنان يعمل كده. ما هو يعني ما حدش يحطه على وشه يعني نعمل بيه ماسك معجون سنان. مين الاهبل اللي يحط معجون سنان على وشه؟ لا خش ترندات، دي ترند بقى، دي ترند على الفيسبوك والله. وبعدين مثلا هتلاقي مثلا الرقبه حاجات، دي حاجه اسمها اكنسوزيس نيجريكانس نتيجه يعني بص معظم الحبوب قصدي البقع اسفه اللي بتبان من الاول غامقه غالبا بتبقى سببها سبب داخلي في الجسم، خلل في الجسم. يعني مثلا الهالات ممكن يبقى نقص فيتامينات، الكلف نقص لخبطه في الهرمونات، اللي على الرقبه نتيجه مثلا بيبقى ممكن حد وزنه زايد وحاجه اسمها انسولين ريزيستنس او مقاومه الانسولين. وسكر، فانا بخليه يعمل تحليل سكر واقول له يخس ولازم يلعب رياضه بيلاقي ان الموضوع بيتحسن. الابط والسنستيف اريا بشوفها فتلاقي ممكن يرجعني ان هو ممكن خلل هرمونات الكونتراسبشن او الموانع الحمل تعمل الغمقان في الحته دي. ازاله الشعر بطريقه مش يعني بالعوادات التقليديه، بس ما بتاخدش البريكوشنز او الاحتياطات في تحط كريمات مرطبه وحاجات تمنع الالتهاب او الستبس دي او الخطوات دي، مره مع مره مع مره بتبقى الحته دي غامقه سودا خلاص. مثلا الايدين والساق في بتخليني مثلا افكر في حزاز، بتخليني بالظبط اللايكن بلانس ان هو ممكن يبقى فيه مشكله، مرض جلدي اسمه الحزاز المسطح مشهور يعمل كده بالظبط، بتخليني افكر مثلا ممكن يكون بقى فيه مشكله في الكبد مثلا. بيرفكت. فالصبغه ساعات بتخليني بيبقى ضوء احمر ان فيه مشكله. يعني مش لازم ان العيانه تيجي فانا اعمل لها علاج تقشير وكريمات وكده من غير ما تلفت نظري طبعا ان في مشكله، احنا في الاول وفي الاخر دكاتره. بس دي من انواع انا بحب انا يعني اقسم الانواع كده حسب المكان. طيب قولي لي الفراكشنال ليزر موقعه هيعمل ايه؟ التقشير الكيميائي نقرب شويه من الاساليب العلاجيه. بص حضرتك انا الاول علشان ابدا العلاج صح يعني اقلل من نسبه الرجوع تاني للمشكله ان انا اشوف السبب. وانس ان انا عالجت السبب الموضوع بيخف بشكل كبير. يعني مثلا مشكله في الهرمونات بحالجها، حب شباب بحاول اعالجه
باسرع وقت بان هو ما يسيب ليش اثار التهابات. مثلا يعني مثلا حاجه زي كده عملت لها ايه؟ دي حاجه، دي العينه دي اصلا كانت دي اثار من حب الشباب، دي عملت لها تقشير كيميائي لان هيحددني قوي ان انا اعمل تقشير كيميائي ولا فراكشنال. اللون زي ما انا قلت، اللون كل ما هو مايل لبني فده بيقول لي ان ده سطحي، لو لون اغمق او مايل لرمادي بيقول لي لا دي في الطبقه في الادمه، في ادمه الجلد. دي الادمه دي طبقه من طبقات الجلد بالظبط. دي عملت لها تقشير، دي كانت تقريبا بعد جلسه او جلستين. ومشيت على الكريمات. التقشير بقى اللي هو الوقتي الموجود اللي احنا بنستخدمه هو وصل لثيرد وفورث جنريشن، ما بقاش التقشير نوع واحد بس، بقى كذا نوع بيتحطوا مع بعض ببرسنتج طبعا يعني مدروسه طبعا عشان ما يعملش التهاب، زائد ان هو بقى في حاجه اسمها لايبوزومال تكنيك، يعني انا بتحكم في الدبس بتاعته نتيجه اللايرز اللي انا بحطها والكميه خلاص، زائد ان هو الماسك بقى اللي انا بحطه في الاخر خالص بعد ده بيقعد بيه العينه 6 ساعات. اللايبوزومال تكنيك دي هي حاجه دايره محوطه كبسوله، الدايره دي عباره عن حاجات لايبوفيليك او محبه للدهون والميه شبه الغطاء الخليه بتاعتنا عشان تقدر تتخللها بطريقه اسهل واسرع، فما يفضليش حاجات، ما يفضليش الاكتيف انجريدينت بتاعتي او المواد الفعاله موجوده على الجلد من غير ما تمتص. فبتأول حاجه بتزود فعاليه التقشير، تاني حاجه بتقلل ان هي تبقى موجوده على الجلد فتعمل لي اريتيشن وتعمل بقى الالتهابات الفظيعه اللي احنا بنشوفها من التقشير. باخد الماده الفعاله ادخل بيها داخل جوه الخليه، داخل طبقات الجلد الداخليه ما يبقاش على السطح، فقلل الالتهاب الموجود على السطح، قلل الانفلاميشن، ده القصد بتاعه بالظبط. زائد بقى ان هو الكبسوله اللي موجود فيها دي بتفضل تدي الماده الفعاله فتره طويله، فبالتالي بتقلل لي حدوث بالظبط، بتقلل لي حدوث يعني حدوث الريكارنس، العوده مره اخرى، العوده المره استفيد من الاسلوب العلاجي لاطول فتره ممكن بالظبط، عشان عشان الناس اللي بتاعه الميلازما او بتاعه الكلف انا لازم اقعد معاهم خلاص، اقول لهم يعني حاجه كده زي سايكو ثيرابي، اقول لهم انتوا من الناس المزمنه يعني حاله مزمنه بالظبط، يعني انا هفضل ماشيه معاكم في العلاج ولغايه ما يجيب نتيجه وهنمشي على بروتوكول، هيبقى البروتوكول ده مكمل معانا، لو تهاونتي لو تهاونتي في البروتوكول ده خلاص مش هيرجع تاني زي مريض السكر. أوكي. هي الكلف إذن مثله مثل مرض السكر، مثل الضغط، مثل الأمراض المزمنة بالزبط. هتعامل معاها كده وده شيء رائع، ماشي، إيه المشكلة؟ ما المريضة عارفة أنها بتيجي كل فترة ليكي بتتظبط، لأن أنا الكريمات بقى البوست بيل اللي بعد التقشير ده مهمة جدا. ليه؟ لأن عشان تقدر تثبت لي اللي احنا قلنا عليها بطلة الحلقة الميلانوسايت أو الخلية الصبغية، تثبتها لي فان انا ما تشتغل يعني ما تشتغلش او تعيد لنشاطها اللي بجنون بكميه كبيره تفرز ميلانين تاني فتعمل لي صبغه. دي اهم حاجه في من اهم حاجات في العلاج بالظبط، دي انا موجوده في مصر ومنتجات رائعه، ده يعني منتجات بقت فيه حاجات منتجات مصري وفيها ترانكزاميك اسيد كمان اللي هي بتقفل كل العوامل بتاعه الميلازما. اللي هي بتسبب الميلازما اسمها ايه بالعربي؟ كلف. كلف هو ده، هو ده الكلف بالظبط. ان هي مثلا بتقلل نشاط الخليه الصبغيه، وزائد ان هي بتقلل الاوعيه الدمويه اللي هي ممكن تبقى عامله ريفلكشن او عامله انعكاس، فهي تبقى مبينه زي تحت العين، او تحت العين دي اوعيه دمويه بالظبط زي الهاله السوداء اللي احنا بنقولها. فالترانك زاميك اسيد دلوقتي بقى موجود في البرودكت دي، فطبعا من الحاجات الرائعه، روعه روعه. دي من ده الناس اللي بنستخدم لها تقشير. الحاجات الليزر بقى مثلا بنستخدمه مع الناس اللي هي التقشير الصبغه فيها في طبقه اعمق، بنعمل لها تقشير بالليزر بالايربيوم. فكرة نفسها ان هو بيعمل لي تشانلز، التشانلز دي انا بقدر او خطوط او فتحات يعني في الجلد خلاص، انا ممكن كمان ادخل بيها احط فيها الماسك ده اللي هو اللايبوزومال، فيقدر يوصل، هو بيوصل اوريدي لطبقه عميقه، بس بالاربيوم بيساعدني
ان انا هي طبقه عميقه خالص زي القدمه دي، هي تاني طبقه من الجلد فيها حته علويه او جزء علوي وجزء سفلي، ممكن تبقى الصبغه موجوده في الجزء السفلي، ودي من ابوخ الحاجات اللي ممكن تاخد مره واثنين وثلاثه، ولازم العينه تبقى مستعده ان احنا نطول شويه. مش انت سمعتي شفتي الماسك بتاع المعجون؟ خلاص المعجون. انا هوريكي بقى الابداع. عندنا واحد صاحبنا اسمه بالعريف، ده صديقنا جدا. اوكي. ابو العريف ده بيفتي. احنا دي شخصيه احنا بابتكرين. فسمعك بقى اخر فتيات ابو العريف، تعالوا نسمع بقى اخر ماسكات ابو العريف. قول يا كبير. يا باشا، الست لما كل شوية تجيلك بفنجان القهوة المحوجة بمنتهى الحماس والحنية، يبقى فيه إن أنا قلت أكيد عاوزة فلوس. ما طلبتش فلوس، قلت بتتعلم فيا قراية الفنجان، ما بتقراش الفنجان. فين الإن يا مدام؟ اكتشفت يا باشا المدام عملت سيرش من ورايا واكتشفت ان البن الفاتح المحوج احسن وصفة لمسك البشرة، ومن ساعتها انا اشرب القهوة وهي تدهن وشها بالبن. صحيح انا معرض لمرض الضغط، بس بصراحة وصفة دخلت دماغي. انواع التوفيق، يعني انت تعمل مزاج وتفوق ومراتك تبيض وتبقى تمام. تبيض ايه؟ هو لا، ودي هتعمل حاجه كويسه في البشره؟ لا، ما هو دي بقى من مواصفات، يعني ان كانت واحده حطت معجون يعني مش مستغرب يعني القهوه. بص، هو ممكن القهوه ممكن كسكراب عشان هي مثلا حقوق يعني خشنه، بس مش ممكن تعمل اريتيشن للجلد جدا. هو دي بقى اللي انا المعلومه ان انا بحب اوصلها للناس. طب انا عملتها ودي نفعت معاها، مش لازم انا بقى اعملها فتنفع معايا واجيب نفس النتيجه. يعني انا نفدت، مش لازم بقى اروح انا الراجل هيجيب له ضغط. هو البن البن الفاتح المحوج هيجيب له ضغط؟ ما مراته، شفت بقى مراته بتخاف عليه فبتجيب له بن هي تعمل ماسكه وتشربه هو. والتصرف دايما الحب لما يكون مبالغ فيه اكيد يخفي خلفه الكثير من الاغراض، لعن الله الغرض. فكسرت صناعة الفنجان القهوة ليك يا أبو العريف ليست دلالة على الحب ولا على العرفان الكبير، ولكن دلالة على البحث عن أكبر كمية من بواقي القهوة تنفع أنها تتحط ماسك، صح كده؟ بالظبط كده. وكم من الحب ما قتل يعني. نورتيني وشرفتيني. مرسي جدا. أنا اتشرفت. يعني قلت كلام محترم جدا وجميل جدا، وفي حتة ريزيست للعلاج في كتير من الناس، لكن الحمد لله ما بقتش دلوقتي. لا، هي مش ريزيستنت خالص. دلوقتي ما بقتش يعني resistant. اهم حاجه بس ان احنا نبقى عارفين العلاج. واق الشمس، بس انا حابه بس سان بلوك واق الشمس لازم ولابد وحتما في علاج التصبغ. لازم ولابد وحتما، ثلاثه هم في علاج التصبغ. لازم ولابد زي الدكتور هبه. ايوه، يعني داخلين المطبخ بنحطه وقاعدين على الايباد. لازم ولابد وحتما بالظبط، يعني خدنا كل اللغه العربيه. لازم ولابد صبلك واقي الشمس. دكتوره هبه شلتوت، اخصائيه الامراض الجلديه والتجميل والليزر، عضو الجمعيه الامريكيه لطب التجميل والليزر. لازم ولابد وحتما، شرفينا كتير عشان نستمتع في الحوار معاك. تسلم. خليكوا دايما مع الناس الفنيه. في ناس حياتها بتقف لانه ما عادش قادر يوطي، مش قادر يقعد، على حتى لو ركب عربيه بيتعذب وراكب العربيه. ربنا خلق لك حاجه تشيل وتتحرك وتعمل كل حاجه، وما تلاقيش في جوه حاجه يعني لما امسكها بمسمار ولا بتاع، كلها عاشق ومعشوق في بعضه. العمود الفقري خطير جدا، عشان ترجع وتنسى الام العمود الفقري وتضيع الانزلاق الغضروفي ورجع لك الفقره اللي عمرها ما بترجع. كلام وهم جدا ده، احنا عشان نرد الفقرة لأصلها أو نرجعها سنتي جوه العملية بنتشقلب حواليها كده عشان نعرف نعملها. شاكوش كده تك تك تك، عارف اللي هو زي الدريل الهيلتي ده الهزاز ده؟ والله يقولك الشاكوش اللي بيضرب بوكسات في الظهر ده، تك 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 تك. أنا رديت لك ظهرك على البارد.